أعزائي طلاب دبلوم إدارة المستشفيات بالفرقة الأولى، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي. لقد قمت بشرح الموضوع الأول الخاص بالقيادة الإدارية، والموضوع الثاني الخاص بتدريب الموارد البشرية، والموضوع الثالث الخاص بإدارة المواد في المحاضرات العامة لكم، وتم تناول الموضوع الخامس الخاص بجودة الحياة الوظيفية، والموضوع الثالث الخاص بنظام معلومات الموارد البشرية. في هذا التسجيل كان ناقص المحاضرة أو الموضوع الرابع الخاص بالأجور والحواسيب، وسأقوم باستكماله وتوضيحه لحضراتكم كما يلي. تعريف الأجور: الأجر هو عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف مقابل القيام بأعباء وظيفته ومهامه. أهمية الأجور: بالنسبة أهمية الأجور للفرد، الأجر بيشبع الأجر احتياجات الفرد واحتياجات أسرته من السلع والخدمات. 2- أهمية الأجور للمنظمة، تعتبر الأجور أحد عوامل استمرار العاملين بالمنظمة وعنصر جذب للعاملين الجدد، كما أنها من الحوافز اللازمة لتشجيع العاملين على زيادة الإنتاجية، ووسيلة من وسائل تحسين العلاقة بين الإدارة والقوى العاملة. 3- أهمية الأجور للدولة، تعتبر الأجور عنصرا مؤثرا على السياسة الاقتصادية للدولة، كما أنها مصدرا من مصادر القوى الشرائية، كما أن الضرائب على الأجور تعتبر أحد مصادر إيرادات الدولة. أهداف سياسة الأجور: 1- كسب أفضل الموارد البشرية للعمل بالمنظمة. 2- الحفاظ على أفضل الموارد البشرية بالمنظمة. 3- تصميم برامج الأجور على أساس التقييم الموضوعي للوظائف، وهذا يمكن الإدارة من إحكام الرقابة على الأجور وكذلك الرقابة على تكاليف العمل. 4- الحفاظ على رضا العاملين والتقليل من معدل الشكاوي لعدم عدالة الأجور. 5- تحفيز ودفع القوى البشرية لأفضل مستوى من الأداء. العوامل المؤثرة في تحديد الأجور بالمنظمة: تتأثر سياسة الأجور بالعديد من العوامل، وفيما لأهم العوامل الواجب مراعاتها عند تحديد الأجور بالمنظمة. 1- مستوى الأجور السائدة، يعتبر هذا العامل من العوامل الهامة التي تجب دراستها عند إعداد سياسة الأجور لأي منظمة لضمان استقرار العمالة وعدم ارتفاع معدل دوران العمل والغياب. 2- تكاليف المعيشة، يقصد بتكاليف المعيشة الدخل اللازم للفرد يشبع احتياجاته العادية، ويمكن تحديد الأجر الذي يشبع الحاجات الأساسية للفرد عن طريق ميزانية الأسرة وكذلك الأرقام القياسية للأسعار، وينبغي أن تحديد الحد الأدنى من الأجور أن تغطي تكاليف المعيشة للفرد. 3- قوانين العمل، ينبغي دراسة قوانين العمل التي تصدرها الدولة بشأن الأجور، ففي هذه القوانين يتم تحديد حد أدنى للأجور، وبالتالي لا يجب أن يحصل العامل على أجر أقل من الحد الأدنى. 4- الإنتاجية، تعتبر الإنتاجية الأساس المفضل عند تحديد الأجور من قبل أصحاب الأعمال والاقتصاديين، فأي زيادة في الأجور ينبغي أن يصاحبها زيادة في الإنتاج حتى لا تحقق المنظمة خسائر ولا يحدث تضخم في الدولة. إذا إن إدارة الموارد البشرية عند وضعها لنظام الأجور ينبغي أن تأخذ في الحسبان مستوى الأجور. 5- النقابات العمالية، ينبغي عدم تجاهل النقابة عند قيام الإدارة بوضع نظام للأجور، لأن الحصول على تأييد النقابة لأي نظام مقترح للأجور يعتبر من العوامل الهامة في نجاح النظام. 6- العرض والطلب في سوق العمل، تتأثر الأجور بظروف العرض والطلب في سوق العمل، فإذا كان العرض لمهارة معينة نادرة فقد يرفع أصحاب الأعمال الأجور، والعكس صحيح. 7- الخدمات المجانية، عندما توفر المنظمة خدمات مجانية مثل الرعاية الصحية والاجتماعية لآخره، فإن ذلك يمثل تعويضا يؤثر على مستوى الأجر المحدد للفرد، والعكس في حالة حرمانه من مجانية هذه الخدمات، مما يكون حافزا على تعويضه بزيادة أجره نسبيا. طرق دفع الأجور:
أولا طريقة الأجر الزمني، يتم بموجب هذه الطريقة دفع أجر العامل على أساس وحدة زمنية معينة كالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، ولا يتغير أجر العامل في هذه الطريقة بتغير إنتاجيته. ثانيا طريقة الأجر بالإنتاج، بموجب هذه الطريقة يتوقف أجر الفرد على إنتاجيته وتدور الفكرة حول مكافأة الفرد المجد إذا ما حقق المعدل المطلوب أو زاد عنه. عوامل نجاح نظام الأجر بالإنتاج أو الأجر التشجيعي: 1- ينبغي مراعاة الدقة الزائدة في حساب معايير الأداء، وأن تستند إلى أسس علمية وضرورة مراجعتها بصورة دورية. 2- ضرورة وجود حد أدنى ثابت لأجر العامل مهما كانت إنتاجيته. 3- ضرورة إقناع العاملين بنظم الأجور التشجيعية، لذلك يجب إشراكهم في وضع النظام وشرحه له. 4- ينبغي الاهتمام بكمية الإنتاج دون التضحية بجودة المنتج ودقته. 5- وجود نظام دقيق لقياس الأداء للمحافظة على فعالية الأجور كحافز. 6- أن يكون الفرق بين الدخل الأساسي والدخل الحافز كافي لتحريك العاملين لبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج. الطرق الحديثة في دفع الأجور: نظرا للمتغيرات العالمية الحديثة في عالمنا اليوم، ظهرت بعض النظم الحديثة في الأجور مثل الأجر حسب المعرفة والمهارة، والأجر حسب الكفاءة وعلاوات الأداء، والمشاركة بنسبة من أرباح الشركة، وتملك عدد من أسهم الشركة للعاملين كتعويض ومكافأة لهم. الحوافز: الحافز هو المثير الخارجي الذي يشبع الحاجة والرغبة المتولدة لدى العامل أو الفرد من أدائه لعمل معين. خصائص نظام الحوافز الجيد: 1- مناسبة الحوافز مع دوافع الفرد لإشباع حاجاته، وإذا كان الدافع في مفهومه العام هو طاقة كامنة يحركها الحافز فيظهر أثرها في سلوك الفرد، لذلك فإن اختيار الحوافز المناسبة يصبح من الأهمية مكان. 2- أن تعمل الحوافز على ربط الفرد بالمنظمة التي يعمل بها وتفاعله معها، وذلك عن طريق تعميق مفهوم ربط الحافز بأداء جيد. 3- العمل لإيجاد رغبة جديدة أو زيادة في مستوى رغبة قائمة عند الفرد، وذلك عن طريق توافر الحوافز المادية والمعنوية وحسن اختيار أيهما في كل مناسبة. 4- مرونة نظام الحوافز وعدالته حتى يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي في مجال العمل. 5- أن يحقق نظام الحوافز عائدا أكبر أو مساوي بالمقارنة بما تتكلفه المنظمة نظير دفع الحوافز. 6- أن يراعي عند تصميم نظام الحوافز بالمنظمة نظام الحوافز بالمنظمات المتشابهة أو المتماثلة. أنواع الحوافز: 1- الحوافز المادية الإيجابية تتمثل في الآتي: ألف الأجر، ب العلاوات الدورية والاستثنائية، ج المكافآت التشجيعية، د البدلات، ه اشتراك العاملين في الأرباح. الحوافز المعنوية الإيجابية تتمثل في الآتي: ألف مشاركة العاملين في الإدارة، ب نظم الاقتراحات، ج الترقية، د الشعور بالاستقرار، ه التوافق الاجتماعي وحب الزملاء، و ظروف العمل المناسبة، ز وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، ح منح القوى العاملة خطابات شكر وتقدير، ط الكلمة الطيبة وكلمة الشكر والتقدير. الحوافز السلبية: 1- الحوافز المادية السلبية تستخدم الحوافز المادية السلبية لتحريك وحث العاملين على العمل. من أمثلة الحوافز المادية السلبية ما يلي: الحرمان من العلاوة الدورية، الحرمان من العلاوة الاستثنائية، الحرمان من المكافآت التشجيعية، الحرمان من حصول العامل على نصيبه من الأرباح إلى آخره. الحوافز المعنوية السلبية: تستخدم الإدارة الحوافز المعنوية السلبية لتحريك العاملين
لزيادة الإنتاجية، وتمثل تلك الحوافز المعنوية السلبية في ما يلي: قيام الرئيس المباشر بسحب بعض الأعمال من الموظف المخطئ والتي سبق أن فوضها له أو وكلها إليه، وهذا يعني فقدان الثقة فيه. حرمان العامل من إعطاء شهادة تقدير مثل زملائه. حرمان العامل من الاشتراك في المؤتمرات أو الزيارات التي تقوم بها المنظمة سواء في الداخل أو الخارج. كلمات العتاب التي يوجهها الرئيس إلى المرؤوس عن تقصير أو إهمال صدر عنه. وعموما تحقق الحوافز السلبية الأغراض التالية: ألف، التنبيه لضرورة قيام كل عامل بالتزاماته المكلف بها، ب، عدم الاستمرار في الخطأ، ج، التحفيز إلى تحسين مستوى الأداء لإزالة آثار العقوبة من جهة والتمتع بالحوافز الإيجابية من جهة أخرى، د، تنبيه الغير إلى عدم الوقوع في الأخطاء حتى لا يتعرضوا للعقاب.